بدأت فعلا أفواج الحجاج تصل إلى المسجد الحرام بعد انتهائهم من رمي الجمرات ووصولهم إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة ثم التحلل من الإحرام والبدء في نسك رمي الجمرات والمبيت في منى. أعداد كبيرة وصلت حتى الآن إلى قرابة 300,000 حاج، ربما ستصل إلى أكثر من 1,500,000 حاج في نهاية اليوم وتحديدا قبيل غروب الشمس. ونتحدث أن هذه الأفواج اليوم لا تأتي بشكل عشوائي إنما تأتي بشكل منظم، وهناك خطة أمنية أعدت لهذا الحدث الكبير في مسألة تفويج هذه الطلائع ووصولها بشكل مباشر إلى المسجد الحرام. وهناك ربط أمني بين مشعر منى وأيضا جسر الجمرات وكذلك هنا في المسجد الحرام، خطة أمنية إذن محكمة من جميع الجهات الأمنية التي تمثل وزارة الداخلية اليوم في عمل هذه الخطة بشكل كبير. إذن أبواب أيضا التي أتيحت اليوم لدخول الحجاج منها هي باب الفتح وباب السلام وباب العمرة وباب بني شيبة وكذلك باب الملك عبد العزيز، أكبر 5 أبواب بالمسجد الحرام. وفي حال كانت هناك أعداد كبيرة أو مثلا كانت هناك تكدست على مستوى مثلا زيادة عدد المصلين، بالرغم أن هذا الموضوع يعتبر استثنائي لأن صلاة العيد انتهت والأغلبية المتواجدون في المسجد الحرام الآن هم فقط من الحجاج الذين أتوا لأداء طواف الإفاضة.